يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامجكم موجبات الجنة. يا ربي أدخلنا الجنة وقربنا إليها وجعلنا من السائرين إليها المشتاقين إليها. اليوم مع عمل يوصلك للجنة وأنت لازلت في الدنيا. ما هو هذا العمل؟ هذا العمل أن تسلم صدرك على المؤمنين. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وقال لأصحابه: اطلعوا الآن عليكم رجل من أهل الجنة. تصور لو أن في حياتك رجل يصلي معك في المسجد كل يوم وهو مبشر بالجنة، ودنوت منه وقلت له: ما العمل الذي أوصلك إلى الجنة يا أبا فلان؟ فقال: لكنك لا تستطيع. ستقول له: حتى لو لم أكن على استطاعة بهذا العمل والله لأعمل على أن أعمل العمل الذي أوصلك الجنة. قال: إني لا أبات وفي قلبي غل على مؤمن، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. تستطيع على ذلك؟ إن من أسباب دخول الجنة أن يكون قلبك أطهر من ثوبك وأجمل من ثوبك وأعطر من بدنك. إن هذا تحدي كبير يعيشه كل أحد. ما هو هذا التحدي؟ التحدي هو أن تنام وتبات وتخرج كل من في قلبك من الغل، تخرج كل من كان في قلبك من السجناء، تخرج كل بغض وكبر وحسد وقطيعة، وتطلقهم فأنتم الطلقاء لتبقى مرتاحا، ويكون ذلك سبب لك من أسباب دخول الجنة. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاثا، فما رأى من عمله شيء زائد عن ما كانوا يعملون، بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو أفقه منه وأعلم منه وأقرب إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم منه، لكن هذا الرجل الذي ما كانوا يعرفونه لديه عمل أوجب الله له به الجنة. ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن. الله المستعان. إن بعضنا يعيش أعوام، ليس ليال، أعوام، وقد قطع هذا وهجر هذا وتحدث في عرض ذاك وحسد هذا وتعالى على ذاك، حتى أن بعضنا قلبه مستودع للأمراض والأدواء. فكيف يعيش الإنسان الذي يريد الجنة بهذا القلب الذي لا يستطيع أن يكون راحلة له تسير به إلى الجنة؟ البعض منا يستطيع أن يصلي الليل كله ويصوم النهار كله ويحج كل عام وينفق الآلاف والملايين، لكن لا يستطيع أن يتصل الآن على رجل يبغضه فيقول: عفى الله عنك، أخطأت أنا أم أخطأت أنت؟ اللهم اجعل عفوي عنه يا رب العالمين بابا لعفوك. تستطيع؟ تستطيعين؟ إنه سبب من أسباب الجنة، أي دخول الجنة. بل إن سلامة الصدر تجعلك في الدنيا في جنة، في راحة. أشد الأحمال ليس الصخر الذي يوضع على الظهر، إنما أشد الأحمال الغل والبغض الذي في القلب. تخلصوا أيها المؤمنون والمؤمنات منه لتعيشوا والله في الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. طهروا قلوبكم، ادعوا للمؤمنين دائما، فإن كثرة الدعاء لهم يطهر هذا القلب حتى يكون مشرقا وترتحله إلى جنات النعيم. وعسى أن تقول الملائكة غدا: يطلع الآن عليكم مع باب الجنة رجل من أهل الجنة بسلامة صدره. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والروح.